هذا البرنامج يقدم لكم برعاية فضل عدين وأولاده للصرافة. يتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج خلي رمضانك أحلى. حلقتنا اليوم بعنوان خلي رمضانك أحلى بالإفطار الجماعي. بعض الجمعيات الخيرية تقيم إفطارا جماعيا لجمع الزكوات والصدقات، فشارك وساهم ولو بالقليل، فالحسنة بعشر أمثالها أو كحبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. بعض المساجد أيضا أيها الإخوة تقيم إفطارا جماعيا، وهدف هذه الإفطارات تعميق روابط الأخوة الإيمانية بين رواد المسجد، فشارك ولا تتردد، ففي المشاركة في هذه الأنشطة لذة لا توصف ولا يعرفها إلا من جربها. إن كنت غنيا فبادر بإفطار جماعي في بيتك أو في المسجد، وادعو الفقراء، ادعو المساكين، وادعو الأقارب والأرحام، وتذوق حلاوة الإيمان، ولا تنسى خلي رمضانك أحلى بالإفطار الجماعي.